هانا عاوتاني شوف شوف اخويا اللهم بارك شوف زيد معايا زيد 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 هانا هانا اخويا الناس ديال الاش بي المعلم شوف شوف اخويا داكشي بالسلوفان المعلم ها شوف لي اللهم بارك انت اسمع لي الكونفيغوراسيون واسمع لي الثمن هانا هانا اللهم بارك شوف شوف لي اللهم بارك 14 بوس إليت بوك هانا اخويا هانا اخويا اللهم بارك إليت بوك ريفيرونس ديال اخويا العزيز ها هو إليت بوك 840 جي 3 إليت بوك 840 جي 3 اي 5 6ام 14 بوس 8 جيجا 256 اس اس دي 16 جيجا في الرام هذه اللي بغيت نورك عليها اخويا العزيز هذه بغيت نكتبها باللون العريض 16 جيجا في الرام الناس اللي باغا بي سي تكون كبير يعني اللي كان ليكرون ديالو تكون ما تكونش فيها 12 بوس وتكون فيها 16 جيجا في الرام ها انت 16 جيجا في الرام 256 اس اس دي اي 5 6ام 4 شهور ضمانه بشحال اخويا العزيز شحال اخي زكريا ما تقولش 3000 اول مره في التاريخ لا ما نقولش 3000 ما نقولش 3950 غنقول لك 3900 درهم تخيل معايا اخي زكريا تخيل معايا غتاخذ بي سي ب 2900 درهم استسمح 2900 درهم 2900 درهم غتجيب لك بي سي اي 5 6ام 16 جيجا في الرام 256 14 بوس و 4 شهور ضمان المعلم ها انت ها انا خويا اللهم بارك انا خويا البي اس اش كيفاش دايرين الاولى ها الثانيه الكونتي ديال الاخوان على قد الحال كما كتشوفوا معايا ما كاينش شي حاجه كثيره نقا 10 على 10 هادو السي حسن بدايه مستعملين مستعملين هادو الشيء كلشي اللي كنشوفوا اللي كتشوف حتى زكريا الناس يقول لك هادو راه مستعملين ما تقولوش عليهم جداد حاسوب مستعمل مستعمل انت كيف ما كتشوف معايا اخي زكريا اللهم بارك بغيت نشعلوا شي واحد نشوفوا الريفيرونس ديالو نشعلوا شي واحد ما عندناش مشكل انا هو شعل هذا نشوفوا الريفيرونس ديالو كيف ما كتشوف معايا ليطا نقي 10 على 10 اللهم بارك وزد في ذلك هادو الناس اللي باغيين يستافدوا الاخوان ما نطولوا عليهم اساسا هذا خي زكريا ندوزو واخا ندوزو نجبد لهم غير الكونفيغوراسيون صافي المود باس حيد الله يسخر دونك الاخوان ما عنديش بزاف 1 2 3 4 5 6 7 ديال القطع اللي كاينين دونك الناس اللي باغا اي 5 6 في 16 جيجا في الرام راه كاين هذا الناس اللي باغا بحال هذا والمعالج يكون طالع شي شويه عندنا هذا الموبيل هذا عندنا هذا الموبيل هذا خي زكريا اللهم بارك نفس الريفيرونس نفس ها انت شوف معايا اليت بوك نفس الريفيرونس عن 840 جي 4 هذاك جي 3 وهذا جي 4 هذا في اي 5 7ام جينيراسيون اي 5 7ام جينيراسيون 8 جيجا في الرام اي 5 7ام 8 جيجا في الرام 256 الثمن ديالو كيبقى في 2950 درهم 2950 درهم بغيتي لا رام طالعه باش نجيب واحد انت بغيتي الرام هذا فيه 16 جيجا وهذا فيه 8 جيجا في الرام هذا فيه اي 5 6ام وهذا فيه اي 5 7ام جينيراسيون ديال هذا البي سي هذا زايده على هذا ولكن لا رام ديال هذا زايده على هذا دونك هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو الناس اللي كيسولون على نافذه 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 راه كاينه النافذه الاخوان غنخلي لكم واحد الرقم مع هذا الفيديو هذا ولا تواصل معنا نعطيك الرقم ديال الدري اللي خاص بنافذه نقول لك اشنو غتصيفط لينا والطريقه كيفاش كنتعامل مع الناس ديال النافذه تحيه لكم وتبارك الله عليكم.